كنت فين يا التي شك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانة. أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي؟ بترد عليا كلمة بكلمتين يا بنت. وعزة جلالة الله كنت هموت يا ست جبرية. وأنا يعني جبل شغلي ليل ونهار. روح روح يا مقصة، سابي معاكي بعدين. امشي عدل يا بنت. أهلا يا ديك البرابر. بدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى. أنا جاي أهو. كنت فين يا قمر؟ قمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك، والراجل اللي مستحلي روحه ده مالهش عازم، وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المرايه زي البنات، والنص التاني بتتصرمح في الشوارع. انا زي البنات يا حاجة؟ الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري. بأمرتي. طب ايه قولك ان العيلة دي عن بكرة ابيها لم تأتي برجل مثلي؟ ها؟ ولا تلف الصدور علي، قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريحي دماغك مني. اقولك نادية. مالها؟ شفتها طالعة فوق السطح، باين لها طالعة الفروجات اللي فوق. تكلم جد؟ وعزة وجلال الله جد. ابو هطين راح فين؟ يما يما اسكت، مش حملك. يما وحشينا يا ناديه. طب بشوش عليها. ماشي يما. فوتك بعافيه يما. تعال هنا. فيها قمر انت؟ روح يا امك. انا هنغلط بقى. انت هتسيبني وتروح فين؟ هي سيبك دي، انت على ذمتي. على ذمتك، ولازم ابقى على ذمتك. طب مش وقته؟ لا وقته يا بنت. وانت تغيبي تغيبي وتجلبي، احنا كنا ماشيين حلوين وزي الفل. واخرتها؟ اخرتها عسل يا عسل. انت بالك احنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فريندلي، الحياه هتبقى سكر. فريندلي ايه يا اخوي؟ ايه هبقى فاهمك بعدين. يلا سلام. حسن. عيون حسن. طب بقول لك ايه، ما تشجدي لنا جوزين حمالك دي وظبطيهم، اصل انا عندي شغل كتير جوي النهارده وبرجع واجع. انا يا حسن. احنا ليلتنا بيضه النهارده.